ببرة هدف فيك بشوق وأضمك بحضن، ببرة هدف فيك بشوق وأضمك بحضن وأخفى على صدرك. أنا قبل ما أكون طرابلسي لبناني ولي الفخر أني من طرابلس الحبيبة عروسة الثورة وهذا الشعب الطيب، المدينة الطيبة بناسة وأهلها بلد الفقير. شو بدي أقول؟ قلبي عم يجعني، يعني أنا واحد، إحنا مش من عيال اللي أغنية بتربيتنا، أغنية بنفسنا، أغنية بشغلنا الحمد لله. فوجع كبير بطرابلس وغير طرابلس، بعلبك نفس الشيء، جنوب بعتقد بكل مكان، لكن عم نحكي عن طرابلس. وشي بيوجعني انه ما عندنا شيء بطرابلس في راس، يعني لو عملوا بس المرفأ، لو عملوا مطار، ليه ما يكون في مطار بطرابلس؟ يعني شو المانع؟ طرابلس يا ارض النور وما الاخير التبع ضحور، طرابلس يا ارض النور ما الاخير التبع. وضع طرابلس كتير صعب. قلت لي مرة الماضية انك رحت وشفت ناس بخصوك وقرب منك وشفت ظروف صارت صعبة، يعني عيب احكي، بس هاي الحقيقة، يعني هاي الحقيقة، وبنعمل اللي بنقدر عليه، واحنا ممنوع نقول شو بنعمل. الايد اللي بتعطي هي ما تعرف ايد التاني، لكن وضع صعب كتير وما بنقدر نكفي احنا. بس في بدي وجه تحية لكتير جمعيات وايادي بيضة كانت عم تشتغل الحقيقة، من كل قلبي بحيي هون. وانا بقول بلبنان لو ما في هالجمعيات والايادي البيضة لكنا بكارثة. انت عايشت الظروف، يعني عشت فترة الحرب وعشت فترة السلم وعشت احلى فترات قطع فيها البلد، فترات العز اللي عاشه لبنان، وعشت كمان فترة تكسير الداون تاون وحريق المحلات هيدا ليك انا قلت هديك اليوم. انا بعرف ممكن يكون انا منتفض، ممكن يكون بثورة طالع لحتى عبر صرخ، بس اني اشتم دركي أو أهجم على ابن الجيش اللي هو خيي وحبيبي وأضرب بملتوف أو أضرب حجر، هيدي أنا ولا ممكن أقبلها. لأنه مين الجيش؟ نحن الجيش، نحن الدرك، أهلنا كمان. إنه الجيش هي لازم يطول بيله شوي، في بعض منهم بيعصبوا بيقعدوا على خاطرهم. أنا لو واقف واحد سبني ما حأسكت، عم ينسبوا ينضربوا حجار. وكمان مطلوب من ابن الجيش ابن الدولة يطول بيله على المواطن اللي هو مسالم واللي هو ضمن الأدب، يطول بيلو عليه شوي لأنه بحالي يرسلها. لكن إني شوف ناس أنا عم تكسر محلات وبنوك وواجهات وأرزاق الناس، أنا هذا كله زعلك؟ مشهد بيروت عم تتكسر، أنا بكيت دمعت عيوني بطرابلس وبيروت. وليه طيب؟ طب ليه؟ ما هذا ألك، هذا لناس قضت حياتها لحتى عمرت هالمخزن أو هالمحل. يعني شيء مرفوض نهائيا، وضع خطير. انا بقول لكم رايحين للاصعب، رايحين للاخطر اذا ما بنكون على قد المسؤوليه كدوله. رايحين للاخطر ورايحين للاصعب، والله يستر، الله يستر، ما بقول الا الله يستر. انت اليوم اذا نزلت على الشارع لحتى تتظاهر شو بتكتب على اليافطه الوقت تحملها؟ انا لبناني بدي اعيش حر، بدي حقي انا. يعني في ناس راحوا فلوسها بالبنك في راس ما مع غيرهم، هودي شقة عمرهم وحياتهم منا وجر، يعني عم تروح تنزل توقف بالبنك، انت صار كأنه البنك عدوك والموظف البنك ما زنبه، هيدا حرام. بس صار بحس انه بيخاف منك، يعني خلقوا فجوة بيننا وبين الناس وبين العالم، شيء مش طبيعي. وين رايحين بعدين ما بنعرف. في صار في زل كمان، انه يعني ما بعرف، يعني صعب. سعيد شخصي طالك الموضوع كمان؟ أكيد، ما كل فلوسنا بلبنان، ولبنان لبنان وما بدنا غير لبنان. بعدين هذا مش حكي، كل عمره لبنان، كل عمره اللي بيميزه غير طقسه وسياحته وخدماته المصارف والبنك المركزي، هذا ميزة عنا. كل العرب حاطين فلوسنا عنا، يعني إذا راحت هي كمان مصيبة. خلينا ندعي كلنا سوا يا رب الله يفرجها، لكن الثورة ما حتوقف وحننزل كلنا بإذن الله، حننزل كلنا بالأخير.